أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في غزة تحظى بدعم برلين بالكامل، وقالت الوزارة أن المقترح الإسرائيلي الذي طرحه بايدن قد يؤدي إلى طريق للخروج من مأزق الحرب، ودعت الخارجية الألمانية إلى ضرورة اغتنام فرصة وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية للوصول إلى وقف دائم للقتال.